السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ سب لوگوں کو خوش اور خرم رکھے، آمین. سورة البقرہ آیت نمبر 155. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم.